الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة مساء الخير، المطر أخبارها إيه وهتستمر مدة قد إيه؟ مساء الخير على حضرتك استاذه لميس، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. احنا زي ما احنا طبعا تابعنا اليوم النهارده كانت حاله عدم استقرار بدات منذ الصباح على المناطق الغربيه، اتاثرت بيها محافظه مطروح واسكندريه وكفر الشيخ والبحيره، وامتدت مع تقدم ساعات النهار لمحافظات الوجه البحري. وطبعا زي ما احنا شفنا القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه، شهدت امطار تعتبر ما بين متوفره في بعض المناطق، وكانت رعديه ومصحوبه بضربات البرق والرعد، وايضا سقوط حبات البرد اللي هي الكرات الثلجيه الصغيره. طبعا السبب في هذه الحاله هو وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، في نسبه تبريد عاليه جدا في طبقات الجو العليا بتوصل الى 25 درجه تحت الصفر، ده اللي بيعمل على تجمد كرات الميه وسقوطها على هيئه حبات البرد اللي سقطت على معظم مناطق القاهره الكبرى، وشفناها في العديد من المناطق الجيزه والقليوبيه والقاهره، وده طبعا بسبب السحب الرعديه والركاميه اللي مأثره على هذه المناطق. تعتبر هذه الليلة هي ذروة الحالة. طبعا الأمطار ما زالت مستمرة على العديد من المحافظات، اسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، محافظات الدلتا كلها، القاهرة الكبرى كلها ما زالت بعض المناطق مستمرة عليها الأمطار، لكن بدأت تشف حدتها عن الساعات الماضية. اتجهت الأمطار حاليا لبورسعيد ودمياط والإسماعيلية، وهتتجه مع الساعات القادمة لمحافظات شمال ووسط سيناء. هتستمر معانا الأمطار إن شاء الله غدا لكن أقل حدة من اليوم. بالنسبة للسواحل الشمالية هتكون أمطار متوسطة، الوجه البحري والقاهرة هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، القاهرة هتكون أمطار خفيفة إن شاء الله أقل حدة من اليوم، لكن ما زالت ساعات الليل ممكن فيها بعض الرخات فترات الليل، لكن مع فترات الصباح هتبدأ تقل حدة الأمطار وتكون أمطار خفيفة إن شاء الله. شمال ووسط سيناء متوقعين إن يكون في سيول غدا مع استمرارية الأمطار والطبيعة الجغرافية والجبلية لهذه المناطق، متوقع يكون في سيول على شمال وسط سيناء، وطبعا منطقه خليج السويس ايضا هيكون فيها امطار، ويمكن هذه الليله من اكثر المحافظات اللي هتاثر بالامطار دمياط وبورسعيد والاسماعيليه والسويس، لان طبعا بدات السحب تتجه جهه الشرق، فهذه المناطق هتكون متاثره في الساعات القادمه بالامطار الغزيره الرعديه.